سعيدة وباهية على كل متابعين الأحباب وين ما كانوا على قناة الهلال الفضائية. نتلاقى نحن وإنتو في نهاية الأسبوع السعيد إن شاء الله. بإذن الله تعالى تكون نهاية أسبوع جميلة باردة مليانة بالنجاحات والتفوق والأفراح ومليانة بالأخبار السارة والسعيدة. الموج الأزرق اف ام بيتلاقى معاكم في حلقة جديدة ومساحة جديدة. في كل يوم بنطرح موضوع بيهم المواطن السوداني وبيكون من صميم عمله ومن صميم حياته. بنصل الشارع السوداني، بندق كل البيوت السودانية ونطرح موضوعنا وبنتكلم ونتفاكر ونتشاور فيه على طريقة وعن طريق الأرقام الموجودة أسفل الشاشة. الليلة موضوعنا مختلف تمام الاختلاف. طيب، في كل يوم، في كل قعدة، في كل بيت، في كل ونسة، في كل دردشة بتقول لك يا أخ والله زمان كان واحد اثنين ثلاثة، والله حصل قبل كده كان الوضع مختلف، والله يحلى الأيام زمان. العبارات ال فيها التباكي على الماضي، فيها استرجاع ذكريات جميلة. يعني نحن يمكن الدولة الوحيدة والشعب الوحيد اللي بيسترجع ذكرياته، وغالبا هي تكون ذكريات سمحة. وبنقول يعني في بعض المؤرخين وبعض الكتاب بيقولوا انه نحن الدولة الوحيدة الماضيها أفضل من حاضرة ومجهول المستقبل بتاعها. فدي حلقتنا لليلة، الحديث عن الماضي ونشوف الفرق شنو بين الماضي وبين الحاضر. الماضي نحن بنقوله، ما بنقصد 100 سنة لورا أو 200 سنة لورا، على امتداد العشر سنوات القريبة دي بنلقى إنه الوضع يعني اختلف تماما. وعايزين نبكي على الماضي شوية ونضع خطة مستقبلية نقدر نحقق العبارات اللي بتقول كيف حنقدر نعبر بسوداننا، كيف حنقدر ننتصر به، وكيف حنقدر نكون الأمة اللي بتسترجع أمجادها. وزي ما قال الشاعر: أمتي يا أمة الأمجادي والماضي العريقي أو التليدي. دي درع عن الحلقة الليلة. شاركونا عبر أرقام التواصل، كذلك جميع المنصات الإلكترونية على صفحة الموج الأزرق في قناة الهلال الفضائية. ولكن قبل أن نبدأ في الحلقة هنشوف أحوال الطقس. والليلة الطقس مليان بالبرودة الشديدة، درجات الحرارة متفاوتة في عدد من المدن السودانية هنشوفها. ونشوف برضو اللحن الصباحي المختار، وتقبل تحايا الفريق العامل من تصوير ومن إخراج ومن إضاءة وصوت، وكل الشباب الجميلين هيكونوا معاكم على امتداد ساعات البرنامج. كونوا متابعين.
مهد النور مهد الفن والعرفان أنت أنت مهد النور مهد الفن والعرفان أنت أنت أين ويبقى لك منا ما أدي أمتي يا أمتي الجاهل والحق العريق أمتي يا أمتي الجاهل والحق العريق يا بشيرا في دم يحيى ويجري الفروق يا بشيرا في دم يحيى ويجري الفروق يا مالينا قد صحونا يا مالينا.